يا سادة يا كرام، إليكم حكاية عم محمود. عم محمود الممثل الوحيد اللي كان يلف مسارح عماد الدين في ليلة. ليلة واحدة تلاقيه رايح يقول حتة تراجيدي على رينيسانس، ومفيش مشكلة تلاقيه في الدوباري قاعد بيقول جملتين كوميدي، وممكن يروح يجامل حد من أصحابه في المتروبوليتان، بس راحة الفصل الأول تيجي يبقى بيشرب قهوته مع الريتس. صح يا عم محمود؟ صح يا ابني، كانت أيام. محمود يا عم محمود، شفت؟ ادي اخرة مسرحية الشؤم اللي احنا بنعملها. لا اخرتها ايه، ده احنا لسه في اولها.